زي ما في رجال بتحب أوي ان هي تتنفخ، في نساء بتحب أوي ان هي تنفخ وتجيد جدا في تلك الصنعة او في تلك الصنعة. يلا بينا. اهلا باجمل واطعم والذ ناس في الدنيا، برحب بيكم سريعا. الجديد يعرفنا بنفسه، نرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك عشان حلقاتنا بعد كده اشعاراتها توصل له ويتابعها معانا. الحلقة عجبتكم امبارح وقلتوا اعمل لنا، ما دام عملت الرجال اللي بتحب ان هي تتنفخ فاعمل لنا النساء اللي بتعرف ان هي تنفخ ونفخ، عشان في بعض اصدقائنا يعني سألوا يعني ايه نفخ، يعني مدح، يعني تعظيم، يعني افضل امدح في اللي قدامي كده لحد ما احس ان هو خلاص ركب نفسه وطار. وفي بعض اصدقائنا قالوا ما انا لو نفخت فيه هيشوف نفسه عليا، انا ما قلتش تنفخي، انا قلت لك ان هو بيحب النفخ. الصنعة بقى امتى وازاي تنفخي، امتى وازاي تكسبي، دي نعمل لها حلقة تانية. تعالوا بقى ندخل في موضوع حلقتنا وتوقعوا واكتبوا، لان الاغلب نساء، كل انثى تتوقع برجها في المركز الكام معانا. كل النساء في ال 12 هي الثورية، ما شاء الله عليها، لو جبت لها سيرة نفخ ممكن تمسك فيك. الثورية مش بتاعت نفخ، الثورية بتاعت دبش عشان تبقى عارف يعني، ودغري قوي، واللي فيك هتلزقهولك في وشك وانت وحظك، عجبك مش عجبك، ما عجبكش غرف 60 دقيقة. هي انثى برج الطور كده، لا بتاعت نفخ ولا بتجيد في النفخ ولا بتعرف تنفخ ولا معاها منفاخ، فما تنتظرش منها انت ان هي تنفخ فيك. لذلك خلي بالكم تلاقي رجال القمة او اغلب رجال القمة اللي جت في حلقة امبارح علاقتها مع الثورية مش ولا بد، متوترة، هي صريحة قوي وهما بيحبوا النفخ قوي. اعلى منها في ال 11 اختها انثى برج الجدي، لو طلبت انت كرجل نفخ من انثى برج الجدي هي هتنفخك بس بطريقة تانية مش الطريقة اللي في دماغك يعني. اذا انثى برج الجدي شرح انثى برج الطور، ويا قلبي لا تحزن، النساء دي بعيدة عما يسمى بالنفخ، ويمكن كمان هما متضايقين مننا ان احنا عاملين حلقة عن النفخ، وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. هنعلى اكتر ونوصل للمركز العاشر هنلاقي العذراوية. اذا النساء الترابية صراحة هي اكتر 3 نساء ما تحبش النفخ وما بتنفخش. هنبدأ بقى ان احنا ندخل في منطقة وسطى، ما تقلقش، في نساء هتخليك منشكح قوي من كتر النفخ. تعالوا نتعرف عليهم. يا ريت كالعادة أقول يعني الحلقة دي نشير وندوس لايك عشان أصدقائنا اللي بيسألوا عن عدم وصول الإشعارات، رجاء يعني. في التاسع البسكوتة السندريلا، برضو مش بتاعت نفخ قوي، مش قوي يعني، إنما أعلى من النساء الترابية في الحتة دي. ممكن في بعض الأحيان القليلة تفاجئك بنفخة ولا حاجة، إنما عشان السيستم اللي في دماغك ده لا صعب، في نساء تانية هتظبطك ما تقلقش. الحملوية الفارسة العنيدة أعلى منها في المركز التاسع، ما بتحبوش، ما بتهضموش، تقيل على قلبها موضوع النفخ ده، لذلك هنصنفها برضو خارج موضوع حلقتنا عشان نبدأ ندخل بقى في الجد وفي موضوع حلقتنا. من اول الانثى اللي في المركز السابع اللي محضره منفخ من بدري ومستنيه، القوسيه لولا تسرعها واندفاعها ولسانها اللي بيفرقع كانت جت كمان في مركز اعلى من كده. الشعنونه انثى برج القوس لما تبقى رايقه ممكن تنفخ قوي وتنفخ حلوه قوي في الرجل، ولما تبقى صريحة، وهي ما أكثر المواقف اللي بتكون فيها صريحة، فأنت هتتعب قوي معاها وممكن تتفاجئ بدل المنفاخ تلاقي حاجة تانية. عشان ما نخبطش في الكلام هنعلى أكتر ونوصل للمركز السادس مع العقروبة. شوفوا بقى العقروبة دي بحالات، هي تقدر قوي وتنافس نساء القمة في موضوع حلقة النهاردة، إنما ما بتحبش، ما بتهضمش الموضوع، مش لذيذ قوي بالنسبة لها، إنما أقسم بالله لو رايقة ده تنفخك نفخ السنين لما توديك زحل، عارف زحل العقروبة. لذلك هي بقى لما تحط في دماغها، لما تحب إن هي تطيرك تطيرك، لكن بشكل عام ما بيستهوهاش قوي الموضوع ده. إذا في المركز الخامس في أنثى أشد في الموضوع ده، نفيخة من الدرجة الأولى،
زعيمة العصابة، أنثى برج الأسد، إنما لما بتقلب مشكلتها في الشبشب. هي طول ما هي رايقة وأنت مالي دماغها ومفيش حاجة معكرة مزاجها، في النفخ أستاذة وتدي دروس. ساعة ما تتعصب وهي بتتحول في ثانية الشبشب بيطلع. هي دي المشكلة مع أنثى برج الأسد. إذا النساء دي كلها اركنها بقى كده في ليفل ورباعي خط النار. الأربع نساء اللي بتتزاحم على القمة هم الأربع نساء النفيخة، أكثر أربع نساء قادرة على نفخ الرجل نفخ لم يرى له مثيل من قبل. من أول البونبوناية، شوف بقى الهادية الكيوت اللذيذة الرقيقة اللطيفة أنثى برج الحوت دي، أقسم بالله تقدر تعبيك تنفخك نفخ السنين وهي رايقة وهي متمزكة كده، تسلطنك. اوعى تستهون بقدرات الحوتية اطلاقا في حاجة زي كده. نفخ من اللي هو النفخ المعتبر، يعني مش نفخ اي كلام، الحوتية ما بتنفخش اي كلام، ده نفخ نفخ حاجة مفتخرة. يعني نعلى اكتر نوصل للمركز الثالث، هنلاقي انثى نفيخة اكتر، الدلوية الرايقة. انثى برج الدلو من الاناث اللي عندها طريقة في النفخ عجبي عجبي على طريقة أنثى برج الدلو وهي قاعدة وبتنفخ كده. طريقتها من أقدر وأشد وأقوى النساء في النقطة اللي زي دي، نفيخة نفيخة، يعني تاخد دكتوراه في الموضوع ده. إنما مش هنقدر إن احنا نظلم الأنثى اللي في المركز التاني، لأن بصراحة تتفوق على كل النساء دي في الموضوع ده، ألا وهي المحبوبة أوي، بنت اللذين أوي، العسل أوي، أنثى برج الميزان، نفخة من الطراز الأول، من أكثر الإناث القادرة على نفخ الرجال، من أكثر الإناث القادرة على نفخ الرجال، نفخ معتبر، نفخ معتبر أوي هي الميزانية. أنت لو بتحب النفخ سلم نفسك للميزانية وما عليك أنت. شوف هات يعني بقى اقول ايه، بس مش هقول حاجة وهطلع للمركز الاول عشان اصل للنفيخة الاولى في النساء. اقوى انثى عندها قدرة على نفخ الرجال في النساء كلها هي الجوزائية، واعتقد اللي تعامل مع نساء القمة بشكل خاص انثى برج الجوزاء هيلحظ قوي النقطة دي. انا مش عايز اقول كمان ان الجوزائية عندها القدرة على نفخ الرجال والنساء على حد السواء، ودايما منفخها جاهز، يعني دايما أنثى برج الجوزاء المنفخ بتاعها جاهز وعامر، يعني دايما هي جاهزة وما بتقولش لا يعني لأي حد عايز يتنفخ، هي ما بتأثرش أبدا معاك في نقطة زي دي. لذلك أنت هتكون مع الجوزائية لو أنت بتحب النفخ، يعني منتفخ لدرجة يعني تثير إعجابنا إحنا كمشاهدين أو كمتفرجين. إذا الجوزائية بتتصدر كل النساء في حلقة النهاردة، وأنا كالعادة مستني آرائكم في التعليقات، مستني تشييركم للحلقة دي عشان كل الرجال تعرف لو هي بتحب النفخ مين الإناث القادرة على نفخها، وما نحرمش حد من حاجة. أي رجل عايز يتنفخ يتنفخ، ما فيهاش مشكلة، ده حق مشروع وحقه كمواطن. يعني بشكركم جدا على المتابعة، وأنا سعيد جدا إن احنا بنعمل حلقات خارجة عن الإطار وبرضه فيها إفادة وفيها معلومة، وده هو المطلوب. اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي، أنا بقرا كل تعليقاتكم. اللايف قنواتنا الأخرى حساباتنا، لو أنت على اليوتيوب ببساطة ادخل على الوصفة هتلاقيهم، لو أنت على الفيسبوك انزل على التعليقات هتلاقيهم. وتشرفني جدا، أنا قلبي مفتوح وبيتي وحساباتي مفتوحة لكل عيلتي الجميلة، وبشكركم جدا على المتابعة.